السلام عليكم. مرت على شعبنا الفلسطيني العظيم عقود الاحتلال المر، ورغم كل ما مارسه العدو من الاعتداءات وما لجأ إليه من إجراءات متعسفة، ظل شعبنا الفلسطيني رمزا للصمود، بل أفشل مخططات الاحتلال وجعله يدرك أن شعبا محتلا من الطراز الفلسطيني لا يمكن أن يرضخ، وأن الحرة الفلسطينية تموت ولا تأكل بثدييها. كان الفلسطيني يتعامل مع إجراءات العدو بروح من التحدي وبكبرياء من الصمود، حتى ابتلي بسلطة تحت الاحتلال لا تقوى هذه السلطة على حماية نفسها ولا تستطيع أن تقول للعدو لا، لكنها تستأسد وتفرض عضلاتها على الشعب الفلسطيني في غزة، فتفرض عليه الإجراءات العقابية التي طالت منذ أكثر من عام مختلف قطاعات الحياة، فجعلت غزة تعيش أوضاعا إنسانية صعبة وكارثة بيئية ومعيشية لا توصف. فلماذا تريد السلطة أن تكسر صمود الشعب الفلسطيني الذي يمد العالم كله بالصمود؟ ولماذا تريد أن تعبث بالمخزون الوطني الهائل الذي تعتز به غزة وتنافح به أعداءنا؟ لماذا لا تتوقف السلطة عن إجراءات أقل ما توصف به أنها معيبة ولا تليق بشعب يعاقب احتلاله على ما يقترفه من مآس بحق شعبنا العظيم طيلة 7 عقود من العدوان؟ نتابع هذه التفاصيل بعد فاصل قصير. وخليت الهام قوية، فتحوا جهاد وحماس وكل أحزاب الوطنية، صرخت وكل إحساس صرخة وحدة عربية، منبيع القدس بألماس ولا بدولارات أمريكية. لا شرقية ولا غربية، القدس عربية، القدس عاصمة فلسطين الأبدية. لا شرقية ولا غربية، القدس عربية، القدس عاصمة فلسطين الأبدية. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه الحلقة من فلسطين، وحديثنا عن حراك ارفع العقوبات عن قطاع غزة وموضوعات أخرى بكل تأكيد معنا في هذه الحلقة. لكن فيما يتعلق بالفقرة الحوارية والتي ستدور حول الحراك الشعبي الرائع الذي شاهدناه في الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام الماضية، وهو جاء تحت عنوان ارفع العقوبات عن غزة، هذه الصرخة الفلسطينية القوية التي جاءت لا نقول من الشطر الآخر من الوطن، لأن فلسطين ليست قطاع غزة والضفة، إنما جاءت من جزء عزيز من الوطن لا يقبل على نفسه أن يتحلى بكل متع الحياة دون أن يكون لغزة نصيب من هذا، أو غزة محاصرة وتعاقب بهذا الشكل. طبعا قطاع غزة كما يعرف المشاهدون الكرام عاش أكثر من 11 عاما تحت الحصار الصهيوني المباشر، طال مختلف مناحي الحياة. المشكلة بدأت مع السلطة، بين السلطة وبين غزة منذ 2007، لكنها ازدادت للأسف الشديد في الشهور الأخيرة، حتى وصلت السلطة إلى قرار
توقيع بعض العقوبات أو فرض بعض العقوبات على قطاع غزة في نيسان أبريل عام 2017 بدعوى أن القطاع تحت حكم حماس وأن السلطة تريد أن تجبر حركة حماس على حل ما يسمى باللجنة الإدارية آنذاك. حركة حماس بعد وقت قصير من هذه العقوبات حلت اللجنة الإدارية وتوجهت إلى مصر وتوجهت فتح أيضا إلى مصر وتفاهموا أن تبدأ الحكومة الوفاق بأعمالها وبدأت بالفعل بعض الخطوات المتراكمة في هذا الاتجاه. الشعب الفلسطيني تفاءل كثيرا لكن الأمور فجأة توقفت ثم ازدادت الأمور سوءا بعد ما يسمى بمحاولة اغتيال السيد الحمدالله رئيس الحكومة ومعه مدير المخابرات. كل ذلك جعل الموضوع أكثر تعقيدا. العقوبات لا تزال مستمرة وهي تزداد يوما بعد يوم والرئاسة الفلسطينية تهدد بمزيد من هذه العقوبات. دعونا نتعرف على طبيعة تلك العقوبات وعلى المسيرات أو الفعاليات المناهضة لهذه العقوبات بعد أن نرحب بالسيد عمر عساف وهو سكرتير اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة ينضم إلي مباشرة من رام الله. أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر. أهلا بكم وأسعدتم مساء. يسعد مساك. اسمح لي أستاذ عمر نشاهد التقرير سويا ثم نعود للنقاش في هذا الموضوع. سقطت رهانات المتنفذين والداعمين لبقاء الانقسام من جديد والساعي إلى فصل قطاع غزة المحاصر عن الضفة المحتلة، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الميدان في رام الله للمطالبة برفع العقوبات وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. التظاهرات التي جاءت احتجاجا على إجراءات محمود عباس العقابية ضد قطاع غزة وتضامنا مع قطاع غزة في مسيرات العودة والذي يقدم الشهداء هي رسالة أولية للسلطة الفلسطينية كي تعيد النظر مرة أخرى في إجراءاتها ضد قطاع غزة. خروج عشرات الآلاف في رام الله ليلا لاقى رضا واستحسانا من قبل الفصائل الفلسطينية التي ترى أن الضفة هي العمق الاستراتيجي للقطاع وأن غزة برميل الثورة المتأجج والداعم للضفة في مزدوجين متناسقين كجناحي الوطن الواحد. الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية هب نصرة لأهالي غزة وأن يقول لأبو مازن والسلطة الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح كفى ظلما كفى جورا على هذا الشعب الفلسطيني الحر في قطاع غزة الذي يواجه الاحتلال كل يوم على حدود قطاع غزة ويذكر الناس بضرورة العودة وعودة اللاجئين إلى أراضيهم التي هجروا منها. تزايد الأوضاع وترديها في كافة مفاصل الحياة اليومية في قطاع غزة في الصحة والاقتصاد واحتياجات الناس الضرورية والملحة التي لم ترتقي إلى حد اهتمامات حكومة الوفاق الوطني المكلفة بحماية مصالح الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع دعا كل ذلك إلى الخروج عن الصمت والتظاهر. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين ومرحبا بضيفي السيد عمر عساف من الضفة الغربية. سيد عمر، الصمت هو داؤنا في فلسطين، الصمت عن كثير من جرائم الاحتلال دون حراك حقيقي من السلطة، الصمت عن إجراءات السلطة تجاه قطاع غزة على سبيل المثال، الصمت على الفساد والمحسوبية والواسطة، الصمت على كثير من الأشياء تسبب في حالة انهيار في نظامنا السياسي والأخلاقي والإنساني حتى، وأصبحنا أمام حالة تفيد بأن السلطة تحاصر شعبها للأسف الشديد. كيف تصف المشهد الفلسطيني عن كثب أستاذ عمر، ولا سيما أنك من أنشط المنظمين لهذه الفعاليات حراك ارفعوا العقوبات وأنك تصديت لهذه العقوبات بكل ما تملك من أخلاق وإنسانية عالية لأنها غير محتملة في الحقيقة على شعب يرزح تحت الاحتلال؟ يعني ما شهدناه خلال ربع القرن الماضي هو محاولة تخريب للقيم الفلسطينية، تخريب الإنسان الفلسطيني. ليس فقط جلب لنا اتفاق أوسلو استيطانا كبيرا وجلب لنا تنازلات كثيرة عن الحقوق الوطنية وجلب لنا أوضاعا اقتصادية بائسة، لكنه أيضا خرب القيم، قيم الجمعية الفلسطينية، قيم التعاون التعاضد. للأسف هذه تراجعت عما كانت عليه في الانتفاضة الباسلة عام 1987 حتى 1991 وبين
ما حلت محله جراء سلوكيات وجراء سياسات اقتصادية واجتماعية مارستها السلطة خلال ربع قرن من الحكم الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي ما شهدناه خلال السنة الماضية هو أن يتعرض أهلنا في قطاع غزة لعقوبات تمس العلاج، الحق في العلاج، تمس الصحة، تمس الكهرباء، تمس التقاعد المبكر، وتمس مرة أخرى الرواتب التي توجت بقطع الرواتب. هذا كله يجيء متعارضا مع التوجه الرسمي حتى والشعبي الفلسطيني بالتصدي لصفقة ترامب، لأن من يريد أن يتصدى لصفقة ترامب ولسياسات نتنياهو لابد أن يعزز صمود الشعب الذي يقدم دماءه. 130 شهيدا وآلاف الجرحى قدموا خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية. إذا أردنا أن نتصدى لترامب ونتنياهو يجب أن نعزز صمود هؤلاء، لا أن نجوعهم أو أن نقطع الكهرباء عنهم أو نقطع رواتبهم، لأن كل هذا يعد بالمفهوم الإنساني والوطني جريمة بالمعنى الحرفي للكلمة. هناك جريمة ترتكب بحق أهلنا في قطاع غزة. وبعيدا عن الانقسام السياسي، نحن هنا لا نناقش لا حماس ولا فتح ولا كيف ندرع الانقسام، نعم، ولكن لأن لهذا مجالا آخر يمكن أن يكون من خلال الاتفاقيات الموقعة تنفيذها تطبيقها، ولكن لا يحق لأي كان أن يعاقب الشعب. وحين نقول كلمة الشعب، نعم، هم الشعب الذين يعاقبون في قطاع غزة. نعم. ولأنهم يعاقبون، نفس الرئيس محمود عباس لاحظ ماذا قال. قال أن هناك أسبابا لوجستية أخرت صرف الرواتب، ومرة أخرى قال لا أحد يعاقب شعبه. وقرر المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة رفع العقوبات عن قطاع غزة. دعنا نتوقف هنا سيد عمر، يعني نتوقف هنا قليلا، يعني عندما يدعو المجلس الوطني لرفع العقوبات عن غزة، وعندما تدعو حركة فتح أصوات كثيرة وقيادات كثيرة دعت من غزة ومن خارج غزة برفع العقوبات عن غزة، وقالت أن هذا فيه تهميش للقيادة الوطنية الفتحاوية في القطاع، وأنه محاولة اغتيال معنوي لقيمتها وجماهيريتها إلى آخره، ومع هذا الحراك الشعبي، يعني يقال أن السيد محمود عباس كان يفكر أن هذا الضغط الرهيب على قطاع غزة منذ تقريبا سنة، وإحنا بنحكي عن وقف تحويلات علاجية، بنحكي عن تقليص كمية الكهرباء إلى 50 ميجا وات، بنحكي عن وقف التحويلات، بنحكي عن تقليص شديد في الرواتب، يمكن أن تدفع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى الخروج ضد حركة حماس، ولم يتوقع أن هناك حراكا سيأتي في الضفة الغربية يعارض هذه السياسة. يعني أنا أعتقد أن الرئيس محمود عباس كان واهما إذا اعتقد أنه بفرض عقوبات على الشعب سيخرج الشعب ضد حماس. وأعتقد أن المستشارين والمطبخ المحيط بالرئيس محمود عباس خدعه أو أوهمه بإمكانيات ذلك. وأعتقد أنه عليه فورا أن يدرك أن هذا الخداع آن الأوان لأن ينتهي، لأن الشعب يدرك أن من يجوعه ومن يفرض الحصار عليه أولا هو الاحتلال، هو الاحتلال، وثالثا هو الاحتلال. نعم. ولأنه الاحتلال لا يجوز ولا يحق، ليس فقط لا يجوز ولكن لا يحق للرئيس محمود عباس أن يستمع لهؤلاء المستشارين المضللين الذين لا يدركون المصلحة الوطنية ولا يسعون لإنجاز وحدة وطنية ولا يخططون لمواجهة ترامب وسياساته، أن يخدعوه باتجاه الإبقاء على هذه العقوبات. نعم، الرئيس عباس قال أنا أستمع للشارع الفلسطيني، وإذا خرج عدد من الفلسطينيين يطالبون باستقالتي سأستقيل.
الشعب الفلسطيني اليوم موحد في القدس، في الضفة، في الداخل 48، في غزة وفي الشتات، موحد حول مطلب واحد هو رفع العقوبات عن غزة. وبالتالي لا خيار أمام الرئيس محمود عباس إلا أن يستجيب لرأي الشعب ولصوت الشعب. وحتى سيد عمر قرارات يعني الحكومة أمس نعم، هذه القرارات كانت بائسة حين قالت أننا لأسباب فنية سنؤجل دفع الرواتب إلى ما بعد عيد الفطر. أنا أعتقد أن هذا استمرار في خداع الشعب. نعم. لأن من يريد أن يخفف، أو أكمل الجملة، من يريد أن يخفف عن أهلنا في حماس كان عليه أن يحسب ذلك وأن يدفع رواتب بنسب أقل للضفة وغزة. نحن وأهلنا في غزة نتحمل معا العبء إذا كان هناك عبء، وإذا كان هناك وفرة ينبغي أن تتوفر لأهل غزة وللضفة الفلسطينية. على أساس أن هذا شعب واحد وهم واحد وأيضا وطن واحد، يعني مش معقول هذه العنصرية والتمييز. ومسألة الحديث عن أمور فنية، إجراءات فنية أو مشاكل فنية، فلماذا لا تظهر المشاكل الفنية في السيستم الذي يعمل بالضفة وتظهر في السيستم العامل في قطاع غزة؟ على أي حال أستاذ عمر، في هذه النقطة تحديدا، ماذا أو كيف أو بماذا تفسر إصرار السيد الرئيس محمود عباس رغم كل هذه الأصوات الفتحاوية والأصوات الوطنية والأصوات الشعبية بضرورة رفع العقوبات عن غزة؟ بماذا تفسر إصراره العجيب على ذلك؟ يعني دعني أقول، هنا قرار أيضا في اللجنة المركزية لحركة فتح. نعم. قبل أيام. نعم صحيح. هكذا تحدث الأخ عباس زكي في مقابلة كنت وإياه على أحد وسائل الإعلام، وقال إن هناك قرارا من اللجنة المركزية. إذا كانت اللجنة المركزية تقرر ذلك، وإذا كان المجلس الوطني يقرر ذلك، وإذا كان الشعب يريد ذلك، هل يحق للرئيس عباس أن يبقي نفسه معزولا عن الإرادة الشعبية؟ أنا أعتقد أن هذا الإصرار ينبغي أن ينتهي، لأن الاستمرار فيه هو ضار وعار في الوقت نفسه، ضار للقضية الوطنية الفلسطينية، وعار على من يعاقب قطاع غزة أو يستمر في عقوبة قطاع غزة. وبالتالي أنا أناشد وأطلب من الرئيس محمود عباس أن يبادر اليوم قبل الغد، اليوم قبل الغد وأمس قبل اليوم، لتحمل مسؤولياته في إلغاء العقوبات عن قطاع غزة. وأما حكومة السيد رامي الحمد الله فهي أداة تنفيذية، القرار الأول والأخير هو في يد الرئيس محمود عباس، هو الذي عليه إذا كان جادا في مواجهة ترامب وفي مواجهة صفقة القرن وفي مواجهة نتنياهو أن يبادر فورا لجمع الشعب خلفه ولإزالة أي منغصات. نعم. تنغص على وحدة الشعب، وهذه أكبر المنغصات الآن. تمام أستاذ عمر، بالنسبة للحراك الذي شاهدناه في الضفة خلال الأيام الماضية، في الحقيقة جاء متأخرا لا شك، وأنت تعلم ذلك أكثر مني، ولكنه حراك أدى إلى شعور الفلسطيني في غزة وفي أكثر من مكان بنشوة ما، جراء أن الأخ الفلسطيني الذي توقع الجميع أنه لن يتحرك من أجل أخيه، والمنظومة الأخلاقية التي ابتلينا بها خلال العقود الماضية لم تنجح بحمد الله، وكنا أمام شعب يقف مع إخوانه وشعارات واضحة تقول أن غزة جزء من الوطن وكل ما قمتم به وما رأيناكم في تلك الفعاليات. هل هناك إمكانية لاستمرار هذه الفعاليات على الرغم من المنع الواضح الآن من السلطة؟ لا خيار إلا الاستمرار فيها. نحن حين أعلننا الشروع في هذا الحراك الذي قلت أنه جاء متأخرا وأنا أوافقك على ذلك، وأضيف أن تأتي متأخرا خير من لا تأتي، أقول حين شرعنا في هذا الحراك قررنا أن نستمر فيه. فأمس كانت هناك فعالية، واليوم القرار الذي اتخذ الليلة الماضية بمنع الحراك هو قرار لا دستوري،
وتوجهنا من خلال الحقوقيين ومن خلال المؤسسات الحقوقية بالطعن في هذا القرار باعتباره قرارا يتنافى والدستور الفلسطيني أي النظام الأساسي الفلسطيني، وبالتالي نحن خارجون الليلة في فعالية الليلة الساعة 9:30 ومصممون على توسيعها، لأن حراكا في نابلس آخر، أهلنا في غزة ينظمون فعاليات أخرى. أقول شرعنا في هذا الحراك ولن يتوقف هذا الحراك إلا برفع العقوبات عن قطاع غزة. وصلت الفكرة أستاذ عمر. سأعود إليك ولكن أرحب بالدكتور نشأة الأقطش معي عبر الخط الهاتفي، أيضا كاتب المحلل السياسي. دكتور نشأة أهلا بك معنا في هذه الحلقة. حياك الله دكتور نشأة. يعني الوضع الآن بين عقوبات مفروضة منذ أكثر من عام وشملت أكثر من قطاع كما قلنا في البداية، وبين إصرار سلطة عجيب أو من الرئيس محمود عباس إصرار عجيب على تكريس أو ترسيخ هذه الإجراءات العقابية مقابل رفض شعبي ورسمي وفصائلي كبير، والسلطة تعطينا أذن من طين وأخرى من عجين، وهناك أيضا قضائيا أو إجرائيا يقومون بمنع التظاهرات الداعية إلى رفض هذه الإجراءات من خلال القول بأنها لا تتناسب مع أجواء العيد وهذه المسوغات. ما موقفك أو ما رأيك فيما يدور الآن على الساحة أستاذ نشأة؟ أنا طرحت مجموعة من التساؤلات حزمة واحد. أولا، ما يجري من إجراءات عقابية على غزة هو خطة إسرائيلية لفرض صفقة القرن بالقوة على حماس. هم يريدون من حماس أن تقبل صفقة القرن، وبالتالي يستخدمون هذه الإجراءات العقابية كوسيلة ضغط إضافية على حصار مصر وحصار إسرائيل لغزة. أما عن الإجراءات الأخرى في الضفة الغربية فالأمر ليس جديد، يعني السلطة الفلسطينية لا تريد معارضة ولا تريد مظاهرات، وهي تستخدم شكل ديمقراطي، ولكن في الحقيقة هناك قمع وهناك منع للتظاهرات. أنت في فلسطين تنتقد من تريد، ولكن هناك خطوط حمر إن تجاوزتها يعني تدفع ثمنا باهظا. الصورة في غزة ليست أفضل من حيث الديمقراطية والقمع، فالقمع بين غزة والضفة الغربية متبادل. هناك سقف مسموح الحديث عنه، ولكن هذا السقف لغير الحمزاويين وغير الفتحاويين، بمعنى الفتحاويين في غزة لهم سقف من الحرية، والحمزاويين في الضفة لهم سقف منخفض جدا من الحرية في الضفة. السقف مرتفع أكثر للمحللين أو للمستقلين أو للجهات الأخرى، وكأن حماس وفتح يؤسسون بأنظمة قمعية ديكتاتورية، ولكن بالتدريج يحاولون مع الرأي. قلت في البداية أن ما يحدث الآن هو محاولة للضغط على حماس للقبول بصفقة القرن، والرئيس محمود عباس يرفض هذه الصفقة، هذا ما قاله في أكثر من خطاب. فكيف يرفض هذه الصفقة ويكون جزءا فيها أو من خلال فرض العقوبات والإجراءات على قطاع غزة؟ هذا صحيح، ما تفضلت به صحيح. السلطة الوطنية الرئيس محمود عباس رفض صفقة القرن، أعلنت أنها لن تقبل بصفقة القرن، ولكن عندما تقرأ صفقة القرن أو ما سرب عنها تعلم أنه لا يوجد عروض على الفلسطينيين في الضفة الغربية. يعني مش معروض دولة في الضفة الغربية والرئيس محمود عباس جزء منها، المعروض هو دولة في غزة، وبالتالي المطلوب توقيع منظمة التحرير لأنها تمثل الشعب الفلسطيني، ومطلوب موافقة حماس. وبالتالي هنا بدأت في المرحلة الأخيرة محاولات الأمريكان أو المصريين الضاغطة للمصالحة، ليس المصالحة حبا بالفلسطينيين، ولكن كانوا يريدون مصالحة. نعم
يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، سنعود إليك دكتور نشأت مرة أخرى، وأذهب بسؤالي للأستاذ عمر من الضفة أيضا. أستاذ عمر، على ذكر ذلك، يعني لا يعقل، لا يستطيع الفلسطيني أن يستوعب، ولا الإنسان العربي المهموم بقضية فلسطين، ولا حتى الإنسان المسلم في أصقاع الأرض، أن شعبا وقضية تواجه كل هذه التحديات يحصل فيها ما يحصل على أيدي أبنائها، أن صفقة القرن التي تريد أمريكا وإسرائيل وأنظمة عربية معروفة بتمريرها على الشعب الفلسطيني، بل بفرضها على الشعب الفلسطيني دولة في غزة وبعض الإجراءات الأخرى، يواجه هذه التحديات بهذا الشكل. هذا أمر غير معقول، هذا أمر يعني لا يستوعب عقل في الحقيقة. فكيف يعني حتى كمان لما بنتحدث عن إجراءات عقابية، والإجراءات العقابية تواصلت بالرغم من وجود حراك في قطاع غزة مسيرات العودة، وكل الفصائل مشارك فيها، وهناك عدد مئات من الشهداء وآلاف من الجرحى، والعقوبات لا تزال مفروضة. يعني كيف نعزز صمود شعبنا الفلسطيني سواء في الضفة أو بغزة من خلال ذلك؟ يعني دعني لا أذهب بعيدا في السياسي، ولكن دعني أضيء أقول ما يلي. أنا قلت وما زلت أقول أن هناك من إذا كان في هناك جدية في رفض صفقة القرن علينا أن نوحد صفوفنا، وهناك حديث عن صفقة قرن مجملة أو ممكيجة أو معدلة، ويجري الحديث حولها، هذا ليس سرا، وبالتالي هذا ينبغي أن يكون ماثلا دوما. الإشكالية عندنا في الضفة هي أن هناك من لا يريد شراكة، الرئيس محمود عباس لا يريد شراكة أحد، هذا أولا، ولا يريد معارضة أحد إلا معارضة مدجنة، لأن من يتذرع بالعيد، العيد نحن نحتاج ساعة واحدة للمسيرة، المسيرة الليلة ساعة واحدة لا تؤثر لا على أجواء العيد ولا على المتسوقين، ولا تؤثر إيجابا على القضية الوطنية الفلسطينية، ولا تؤثر سلبا على أي مواطن فلسطيني. ما أقوله أن على السلطة اليوم أن تبعد أجهزتها الأمنية عن الحراك، أن توجد الشرطة الفلسطينية لحماية المسيرة، أما الأجهزة الأمنية باللباس المدني لافتعال المشاكل فينبغي إبعادها، لأن هناك عقيدة أمنية زرعت من أيام دايتون ينبغي أن تغير بشأن علاقة الأجهزة الأمنية بالمواطن. نعم. وبالتالي وبوضوح أقول نعم، هذه القضية الوطنية الفلسطينية، القضية العادلة الذي قدمنا مئات آلاف الشهداء والمعتقلين والجرحى، هذه القضية تستحق أن نتوحد، تستحق أن لا يركب أحد رأسه، تستحق أن نتجاوز العناد والشخصنة. وبالتالي مطلوب مرة أخرى من الرئيس محمود عباس أن يبعد عنه الأصوات التي تدعو إلى مزيد من الانفصال والانقسام، إلى مزيد من العقوبات. هذه الأصوات هي أصوات لا صلة لها لا بالوطن ولا بهمومه ولا بالشعب ومشاعره وإحساساته. نعم، أشكرك أستاذ عمر عساف، سكرتير اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة، كنت معي من رام الله، ونتمنى لكم التوفيق في هذا الحراك الشعبي الذي يعكس حسا وطنيا وإنسانيا عاليا لدى القائمين عليه. وأعود مرة أخرى للترحيب بدكتور نشأت الأقطش، الذي يعني أرجو أن يكون الاتصال معه أفضل الآن. دكتور، يعني لعل كل ما يجري يعيدنا إلى بعض من الأسئلة الكبيرة، الأسئلة الصعبة التي تواجه القضية الفلسطينية الآن فيما يتعلق بنظامها السياسي، بنظامها، بمنظومتها الأخلاقية، بمنظومتها الأمنية. أسئلة كثيرة تثار يعني بهذه السلطة التي تحت الاحتلال، والاحتلال الذي يتلاعب بنا يمينا ويسارا، ويخطط لنا ويفكر لنا وينفذ عنا أيضا. يعني حقيقة يجب أن نحرص على استخدام المصطلحات. هل لدينا سلطة؟ السلطة يعني سيادة؟ لا، حقيقة نحن لدينا سلطة تقوم بوظائف البلدية،
هذا هو السيادة الحقيقية لما يسمى بالسلطة الوطنية سواء في غزة أو الضفة الغربية. هي تقوم بتحمل الأعباء المدنية عن السكان، عن الاحتلال، هي تجمل وجه الاحتلال، هي تبرر وجود الانتصام دون أي مبرر آخر. وهذا هو إبداع الإسرائيلي أو اليهود في أوسلو. أوسلو هذا إبداع لم يخلق التاريخ مثله، أن يصبح المحتل يحرص على أمن الاحتلال. هذا غير قابل للتصديق. كيف صيغت هذه المعادلة بحيث أصبح لدينا سلطة وطنية في الضفة الغربية مرتبطة وجودها بمعاش 180 ألف موظف، يعني أكثر من نصف الشعب الفلسطيني ارتبطت معيشته بهذه السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي غزة نفس الصورة. هذا هو الإبداع، هذا هو العلو الإسرائيلي الذي وصلت إليه إسرائيل، أنها تجبر الفلسطينيين أن يحموا المحتل وأن يصبح لهم مصلحة في بقاء الاحتلال. السبب أنه لم يعد هناك مشروع وطني. نحن مشروعنا الوطني تآكل. مشروعنا الوطني اللي انطلقت منظمة التحرير به كانت فلسطين، ثم أصبحت الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم أصبحت أوسلو، ثم أصبحت أجزاء من الضفة. اليوم مشروعنا الوطني رواتب ومصالح أفراد في غزة والضفة الغربية هي التي تطفو على السطح وتغلب على كل شيء. هذا هو الوضع الذي وصلنا إليه. ولكن في هذه الصورة القاتمة إني أرى الفرج قريب على الفلسطينيين، لأن ظلم الاحتلال إلى هذا الحد هو مبشر بأن الفرج والانعتاق إن شاء الله أنه قريب إن شاء الله. دكتور نشأت، يعني في ظل كل هذه التعقيدات الفلسطينية وما تواجهه غزة وما سيحصل مع القدس قريبا من نقل السفارات إليها ووقوعها تحت الإدارة الإسرائيلية كاملة، وكل هذا أمام كل هذه التحديات، هل تعتقد أن لدى الفلسطينيين فرصة، لا تزال لديهم فرصة لمحاولة مواجهة هذه التحديات متوحدين هذه المرة، وأن من الممكن للقيادات الفلسطينية أن تتعقل كثيرا أو قليلا من أجل الخروج من هذه الأزمة؟ يعني في ثلاث أسئلة سألتهم، رح أجيب عن الأول. هل القيادة الفلسطينية تتعقل؟ لا، القيادة الفلسطينية بشقيها دخلت في نفق، وهذا النفق هو نفق إسرائيلي، هو مرسوم، هو خطة إسرائيلية لا مخرج منه. أما عن الفرص، نعم نحن لدينا فرص كثيرة. فرصتنا الوحيدة أن نقول لا، رغم الضعف والجوع والقهر والاضطهاد والذل الذي يذيق الاحتلال للفلسطينيين، يستطيع الفلسطيني أن يقول لا. وكلمة لا من الضعيف المحتاج الجائع الغير قادر هي أقوى من استخدام سلاح نووي. وبالتالي نستطيع أن نقول لا لصفقة القرن، لا للاعتراف بإسرائيل، ونتوحد. بهذا نستطيع أن نغلب، أصمت في أرضنا ألف سنة أخرى. هذا الاحتلال سيزول، هم يعلمون ونحن على يقين بأن هذا الاحتلال سيزول، كما زال الاحتلال الروماني والاحتلال العربي التركي والاحتلال الفارسي والاحتلال الروماني. هذا الاحتلال سيزول، وهذه أرض الكنعانيين ستبقى لأهلها، لأصحاب الأصليين. وبالتالي هذه القناعات هي تترسخ يوما بعد يوم، ونحن نعلم أن هذا الاحتلال هو يحاول استغلال فترة هدوء لأطول فترة ممكنة، لكنه على يقين أنه لن يبقى طويلا في هذه الأرض. دكتور، يعني نعود لموضوع العقوبات، لماذا يرفض السيد محمود عباس رفع هذه العقوبات، علما بأن حركة حماس لن ترضخ لهذه العقوبات، وهي أقوى من أن ترضخ لعقوبات على شعبنا الفلسطيني، والشعب الفلسطيني أيضا واع بشكل كبير لهذه المؤامرة، وهو بدأ بالتظاهر في رام الله وليس في غزة، بالعكس. يعني الرئيس محمود عباس فرض عقوبات على غزة، المفروض أن هذه العقوبات تخص التحرير،
رواتب لقوادر فتح. لماذا تأثر؟ السؤال الأصعب، منذ 11 سنة وهذه الكوادر تأخذ رواتب وامتيازات من السلطة الوطنية، لماذا الآن؟ لماذا عندما اقتربت صفقة القرن؟ الجواب، لأن الرئيس والسلطة يشعرون أن حماس قد تتفاوض مع الاحتلال وقد تكون هي بديل عن السلطة. يعتقدون ربما أنه بفرض هذه العقوبات يخضعون حماس لسلطتهم، والحقيقة التي لا يريد أن يراها الرئيس ومن حول الرئيس أن هذه العقوبات تخدم إسرائيل وتقرب حماس من الاعتراف بصفقة القرن. وإذا قبلت حماس بصفقة القرن هذا هو المطلوب، لأن الدولة في غزة ولأن القوة الحقيقية التي تخيف إسرائيل في غزة، وبالتالي إسرائيل تريد التوقيع مع حماس، ولكن يريدون توقيع أو ختم منظمة التحرير فقط كونها ممثل شرعي ووحيد. إذا أصر الرئيس على هذا الطريق هو يضع الفلسطينيين أمام خيارين: الانقسام النهائي بين الضفة وغزة، وبالتالي حماس قد ترضخ للعقوبات وتوقع على صفقة القرن وبسهولة تتحول الحصار إلى انفتاح ويتحول الجوع إلى شبع، وبالتالي يعني هناك مقامرة بالقضية الفلسطينية. يعني دعني أتوقف عند كلمة مقامرة دكتور، يعني كأنك تريد أن تقول بصيغة الخاصة أن السيد محمود عباس لأنه ليس جزءا من هذه الصفقة بين مزدوجين، لأن الدولة ستقام في غزة وغزة تديرها حماس وتسيطر عليها حماس، فلذلك هو يرفض الانخراط في هذه الصفقة وليس الموقف موقف وطني خالص. هذا أنا ما أقوله وليس أنت، كأنني فهمت هذا. لا يعني هو تقديراتي الشخصية أنه لم يعرض على الرئيس دولة في الضفة الغربية مطلقا، وبالتالي لماذا يقبل صفقة بالضبط تعطي دولة في غزة؟ وبالتالي فهمك ليس بعيدا عن الواقع. يعني صفقة القرن لا تمنح دولة في الضفة مطلقا، صفقة القرن تمنح الدولة في غزة، وبالتالي من هذا المنطلق يمكن أن تفهم ما فهمت صحيح. أشكرك جزيلا دكتور نشأة الأقطش، كنت معنا في هذه الحلقة ولنا لقاء في حلقات أخرى. الكاتب والمحلل السياسي من رام الله، ونذهب إلى فاصل نواصل بعده حلقة هذا الأسبوع، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين. دولة الاحتلال ما تسمى بإسرائيل عندما احتلت فلسطين كانوا قد جاءوا من عقلية الجيتو. عقلية الجيتو هو أن الصهاينة كانوا يعيشون في أوروبا داخل جيتوهات، وهي عبارة عن أماكن مغلقة خاصة باليهود لا يختلطون بغيرهم من الشعوب. بقيت هذه العقلية معهم حتى عندما جاءوا إلى فلسطين، وإمعانا في شعورهم بالخطر وبأنهم جسم غير مقبول في هذه المنطقة
وخاصة داخل فلسطين المحتلة. وبالمناسبة نتنياهو عنده تحدي كبير جدا في حياته رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن تصبح إسرائيل مقبولة شعبيا لدى الأمم العربية والإسلامية، وهذا مستحيل. فهو يعرف أنها مقبولة عند الأنظمة ولكن عند الشعوب غير مقبولة. طيب هل هي مقبولة أصلا عند الشعب الفلسطيني الذي يعيش مع هؤلاء الصهاينة منذ 70 عام، يقاتلهم وينافحهم، وحصل هناك بعض العمال يذهبون إلى إسرائيل يعملون وكذا؟ لم تستطع إسرائيل أن تخترق العقلية الفلسطينية على الرغم من كل ما قلناه في الشق الأول من الحلقة. ماذا فعلت إسرائيل كي تحمي نفسها وكي تعيد نفسها مرة أخرى إلى عقلية الجيتو التي لم تتخلص منها؟ قامت ببناء ما يسمى بالجدار، وكان هناك مغزى أمني لهذا الجدار، خاصة في سنوات الانتفاضة المباركة، انتفاضة الأقصى المباركة، عندما كان الاستشهاديون والمقاومون يقومون بعمليات فدائية داخل أراضينا المحتلة عام 48. بنت ما يسمى بجدار الفصل العنصري الذي طوق الضفة الغربية مثل الثعبان كي تستطيع أن تحمي نفسها، وهناك جدار أيضا طوق مدينة القدس المحتلة بشكل جعل من المدينة عبارة عن سجن كبير، وداخل هذا السجن تعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين. دعونا نشاهد كيف وماذا فعل جدار الفصل العنصري في مدينة القدس المحتلة. جدار الفصل العنصري حول القدس. 15 عاما على بدء بنائه حول القدس، حيث يحيط بالمدينة من 3 جهات بطول 142 كيلومترا، ويهدف الكيان الصهيوني من خلاله فرض حقائق على الأرض في الديموغرافيا والجغرافيا. أخرج الجدار 120,000 مقدسي خارج حدود بلدية القدس، وحول التجمعات العربية إلى معازل مطوقة بالمستوطنات، بما يمهد لتشكيل ما يسمى القدس الكبرى بالمفهوم الصهيوني. شكل الجدار ضربة قاضية للاقتصاد المقدسي، حيث خسرت المدينة 90% من أراضيها، كما ضيق على الحركة التجارية في المدينة وزيارة الأماكن المقدسة، لا سيما المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. قلل كذلك فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، حيث يضطر 20% تقريبا من تلاميذ مدارس الأوقاف ومعلميهم اجتياز حاجز تفتيش بشكل يومي للوصول إلى مدارسهم في شرق القدس. أظهر التقرير الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار عام 2004 اعتبار الجدار غير شرعي، ودعا إلى ضرورة وقف بنائه وتفكيك ما بني منه ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين لحقهم الضرر بسبب الجدار. لن يتم اقتلاع الفلسطيني من قدسه، فهي منه وهو منها، ولسان حاله يقول سوف نبقى هنا. إلى حكاية مدينة، والحديث اليوم عن مدينة عكا قاهرة الغزاة، فالمتابعة. عكا مدينة تعد من أقدم مدن فلسطين والعالم، تقع على البحر الأبيض المتوسط، حيث تبعد عن القدس 181 كيلومتر إلى الشمال الغربي، ويعد موقعها موقعا استراتيجيا ساعدها على التبادل التجاري والاحتكاك الحضاري بينها وبين دول أخرى. تأسست عكا على يد الجرجشيين الفينيقيين في 1300 قبل الميلاد، ودعوها باسم عكو أي الرمل الحار، وتوالت على المدينة في تاريخها الكثير من الحضارات والغزاة. في عام 16 للهجرة تمكن القائد المسلم شرحبيل بن حسنة من فتحها، وأنشأ فيها معاوية بن أبي سفيان عام 20 للهجرة دارا لصناعة السفن،
وانطلقت من المدينة سفن حربية عربية إلى جزيرة قبرص. في القرن الثامن عشر حكم المدينة الشيخ طاهر العمر الزيداني وأبناؤه، وهو الذي بنى أسوار عكا الشهيرة، وفي نهاية القرن التاسع عشر حكمها أحمد باشا الجزار. في عام 1799 أفشلت أسوار مدينة عكا زحف القائد الفرنسي نابليون بونابرت وجيشه الفرنسي الذي وصل إليها، وقال كلمته الشهيرة: تحطمت أحلامي على أسوارك يا عكا، سلاماً لا لقاء بعده. احتلت القوات البريطانية مدينة عكا عام 1918 ميلادية، فهب أهلها للدفاع عنها، وكان لأهالي عكا دور في كل الانتفاضات والمظاهرات والمؤتمرات والثورات الفلسطينية ضد الإنجليز وأعوانهم الصهاينة. اشتهر في المدينة سجن عكا إثر ثورة البراق، حيث قامت السلطات البريطانية بتنفيذ حكم الإعدام في 3 من رجال المقاومة الفلسطينية، هم محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير، وكان ذلك في 17 من يونيو حزيران عام 1930، وأضرحتهم في عكا شاهدة على ظلم المستعمر وإرهابه. كان أغلب سكانها قبل نكبة عام 1948 من العرب المسلمين، ومع ارتفاع وتيرة الاستيطان اليهودي والتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني عام 1948 و1900، أصبح الفلسطينيون يشكلون 35% فقط من نسبة السكان. أهم المعالم التاريخية في مدينة عكا سور الجزار، خان العمدان، الحمامات، السراي القديمة، السوق الأبيض، حمام الباشا، خان الإفرنج، قلعة عكا. أهم ما تشتهر به عكا صناعة الزجاج، الأصبغة، صيد الأسماك، الحلويات والأطعمة مثل التمرية، كعك الهواري، طبخ الخراف المحشوة، الأوزي. في شهر آيار عام 1948 سيطرت المنظمات اليهودية على مدينة عكا بعد عدة معارك ومجازر قامت بها في المدينة وقراها لترويع السكان العرب وإجبارهم على الرحيل. ومنذ احتلالها تجري سلطات الاحتلال تغييرات في معالم المدينة لإلغاء طابعها العربي، وما زالت تعمل جاهدة لتهويدها. عكا قاهرة نابليون لن يقهرها بنو صهيون. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. كل عام وأنتم بألف خير، وتذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.